السلام عليكم متابعينا الأعزاء. خمسة مواقف ظهر فيها الميجالودون. ميجالودون أو القرش الأبيض العملاق هو أحد فصائل القروش بطول يصل إلى 60 قدما وبوزن يبلغ 60 طنا. طول أسنانها 7 إنش وتستطيع تقطيع اللحم بكل سهولة. هذا الوحش الضاري يعتبر الأشرس والأقوى على مر التاريخ، والعلماء يقولون إن ميجالودون ما زال يعيش في بحارنا إلى يومنا هذا. إليكم خمسة مواقف ظهر فيها الميجالودون في الكاميرا. هجمة ميجالودون في كيب تاون. في قارب صيد خارج ساحل كيب تاون جنوب إفريقيا، أربعة أصدقاء قرروا القيام برحلة صيد. إحدى البنات التي كانت في القارب قالت إنهم أرادوا الإمساك بأكبر سمكة يستطيعون إيجادها، ولكن على ما يبدو أن أكبر سمكة هي التي عثرت عليهم. القارب تعرض فجأة لضربة قوية وسقطت الكاميرا في الأرض، وتستطيعون سماع صراخ الأصدقاء. لاحقا صرح في الأخبار أن الجثث لم يعثر عليها، ويقول المحققون إنهم قد عثروا على القارب مقسوما إلى نصفين ووجدت عليه آثار عضات. هذه ليست عضات، لا انتظر، إنها كذلك. تخيل الجلوس على القارب والتمتع بالمشروبات الباردة والصيد حتى ترى سمكة ضخمة أكبر مما كنت تتخيل. الرجل الذي في الفيديو لاحظ زعنفتين تقتربان من القارب، وبدأ خوف الرجل يزداد عندما لاحظ أن الزعنفتين بعيدتين عن بعضهما البعض، وهذا إن دل على شيء فيدل على الكبر الهائل للسمكة. أخيرا شعر الصياد بالرهبة الكبيرة، ولكن بالرغم من هذا الخوف التقط صورة لوحش الأعماق الهائل. وإن لم يكن الفيديو مزورا فهذا دليل على وجود ميجالودون إلى يومنا هذا. كارثة زورق الكايك. هذه الحادثة حدثت لصاحب زورق الكايك عظيم الحظ الذي كان يتمتع بإجازته، وبينما كان القرش الأسود العملاق يقترب من الزورق تستطيع أن تلاحظ أن الرجل يحاول التجديف بعيدا عن الموت الأكيد. وبمقارنة للقدر الوحشي قاموا بتعديل الفيلم لكي يخففوا من مشهد الحادثة الرهيب. ميجالودون يهاجم حوتا. الحوت هو أكبر المخلوقات التي تسبح في أعماق المحيط، وفي بعض الأحيان يقفز الحوت لاستنشاق الهواء، ولكن هذه المرة تعرض الحوت للمقاطعة من قبل الميجالودون. وما حصل بعد ذلك كان صراعا للعمالقة، ولكن للأسف النهاية لم تكن سعيدة. الميجالودون صنع وجبة خفيفة من ذيل الحوت الذي أصبح مشوها. ميجالودون تشيلي. الحكومة غالبا ما تضع كاميرات تحت الماء لمراقبة الحياة البرية. الكاميرا التقطت أشياء مذهلة على مر السنين، ومحققو القطاع الخاص أيضا يمارسون النشاط بكاميراتهم الخاصة. أحد الشبان من تشيلي قام بوضع كاميرته الخاصة في المحيط الهادئ والتقط صورة لسمكة لم يسبق أن رآها من قبل. قام مباشرة بالإبلاغ عنها للسلطات، وبعد مراجعة لقطات الفيديو والقيام بالحسابات قام علماء الأحياء بتحديد حجم الحيوان وهو 62 قدما. العلماء كانوا يشككون في الدراسة فقاموا بإعادة الحسابات وعثروا على نفس النتيجة المذهلة، وهذا قد يعتبر دليلا حقيقي